شو وقت الزواج يا لبيد؟ مشاكلك ويا عائلتك ويا والدك ووالدتك والوالد صار اكثر من سنه على خصام وياك وانت لا مبتعد. لا من تجيب الكلام لا لا وانت مبتعد و لا لا والعمر يمشي وانت لحد الان يعني ما نويت لهذا المشروع، المشروع الاسري، مشروع ان تكون عائله، مشروع ان تكون لك زوجه تشاركك الحياه وانت تقاسمها كل تفاصيل حياتك. التمت بروح المحنه واشتهيت اخباركم. الكلام اللي حكيته ماكو مشاكل، بالعكس ماكو اي مشكله ولا اكو اي تفاصيل سلبيه بالموضوع مطلقا. موضوع الزواج موضوع ما اعرف، ربما في وقت يجي يعني، لكن لحد الان انا ما ناوي اتزوج. حلو. وبعيد عن هاي القضيه، مع العلم انا اتمنى عندي طفل. يعني هسه عمرك يجوز صار 34 سنه وبعدك ما متزوج؟ لا 56. لا 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 بعيدا عن يعني المشروع هذا لاغي حاليا من حياتك؟ مكسور. اتمنى عندي طفل بدون نتزوج. لا لا في فتره من الفترات كانت فكره الزواج مطروحه وقائمه وكلش كانت قائمه يعني، ومشيت بهذا الاتجاه وصلت للمرحله، لكن سبحان الله يعني المشروع كان سبحان الله يعني اراده رب العالمين وما صارت يعني ما انتهى المشروع الى نهايته. فقدت شركة حياتك اللي كان المفروض ان تكون شركة حياتك باللحظات الأخيرة. اي وتأذيت وتأذيت هواي، وأكبر انكسار بحياتي يا أخي، انكسار 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 كان خطير، أثر علي حتى على المستوى الشخصي مو بس المستوى الشعري. وكنا ماشيين باتجاه حلو يعني يمكن بوقتها الموضوع صعب عشان عندي حتى عدة أطفال، لكن سبحان الله سبحان الله. شفت بس عاقد لو بعد معاقد؟ لا لا بعد معاقد. بس يعني شو أقول لك؟ الله ايش قد كنت فرحان. الله يعني تعرف هسه مثلا من أتذكر حتى أكو كلمات أتذكرها، أكو تفاصيل أتذكرها. شلون أقول لك؟ بالسواليف يعني تسمح لي. شلون فقدتها؟ خلينا بهذا الموضوع. ما كداعي شلون فقدتها بس. تدري احمد والله العظيم من ذاك اليوم لحد اليوم ما غفت عيوني مره دموني باجي، والله ما نمت دم باجي. واكو تفاصيل اتذكرها، اكو كلمات، اكو محبه، حتى الالوان كانت تحبها لحد الان بس هاي ساعة كانت تحبها. انفجار انفجار ما خليني ارجوك يعني انا ما اذكر هاي التفاصيل، لكن محتاجه هواي يعني. انا حتى بعد ما انتهى ذاك الفراق صارت حياتي امثل الحياه، امثل انه انا عايش، امثل انه انا اضحك، وامثل انه انا اشتغل، وامثل انني مرتاح، لكن فعليا ما مرتاح والله العظيم لحد الان. بالسياره بعمان العطر مالتها اللي عطر منتهي باقي منه شويه قليل جدا، لحد الان بالسياره، واول ما اصعد بالسياره اول شيء اطلع العطر ابوه علي واشتمه. واصدقاء خصوصا المقربين يعرفون هذه القضيه وهذه الحاله، انه انت فقدت الانسان اللي كان المفروض ان تكون شريك حياتك، اكيد يعني مشتاق لها، واكيد يعني كتبت لها، واكيد يعني ما فارقت خيالك الشعري ووحيك الشعري. ايش راح تقول للانسان اللي الان ترقد تحت التراب؟ مشتاق لها ومحتاجها. الشعر طالع
صورتك بالبيت، أطالع صورتك بالبيت، ذكرت أيامك وحنيت، أحاكي الصورة وابكيلك وسولف لك وغني لك، وحق فراقك انذليت، أخلص الليل بالقوة ويلي فراقك السوى، ذكرتك وانهدم حيلي، صفقت ايدي وصحت ويلي، أموت اليوم إذا ما جيت، وهو حق فراقك انذليت. اشتاق لك، الله يحتاجك.